إننا تعبنا وتجارتنا الصغيرة أصابها الشلل، هي خلاصة الحديث مع أصحاب طاولة بيع الفخار ومختلف الأدوات المنزلية الطينية وما تعلق باحتياجات المطبخ مما يستهوي العائلة الجزائرية. السنة الخدمة ما كانش خلاص، حبسة مرة ما كان والو. المؤلف نخدم ما شاء الله، السنة ما كانش خلاص، أنا حابسين يعني نقول لك ما كانش والو. عندي دوك واحد ثلاثة شهور اليوم أنا جبت لهم ساشية خشتة. محمد مثلا منتج محلي لبعض الألبسة الخفيفة، مصدر رزقه ما تجد به عملية البيع ليعيل أبناءه، لكن أزمة الوباء التي يعيشها العالم اليوم أضرت بالجميع، وهو بالكاد يوفر القليل من الدنانير القليلة أيضا خلال يوم كان سابقا خيرا. في الوضعية هذه الحالة مزرية شوية، ما كانش عندنا كانش مدخول، احنا خدمه مع السياحه، السياحه كي تحب السياحه خلاص. تخدموا غير هذا النشاط؟ نخدموا النشاط هذا فراتي، احنا نخدموا ديما فاتحين ديما ليل ونهار. حبسنا في هذا المكان على كل حال، مولف غاشي ياسر لهنا، ما تلقاش وانت تقاري، ما تلقاش وانت حبس من كثرة الغاشي، لكن على حسب الوضع اللي رانا فيه وعلى حسب الوقت اللي رانا فيه نطلب على ربي يهز علينا هذا الوباء. فهاته المنتجات عبر الطريق الرابط من ولاية ميلا صوب ولاية جيجل الساحلية كان يعج بالحركة التجارية، لكن الوضع الوبائي جعل الراجلين الراغبين في تحصيل قطع الفخار المنزلية تتراجع، ليبقى تجار ميلا في انتظار الفرج كبقية تجار الولايات الأخرى.